سي بلغادي مدرب حراس نادي الكوك مراكشي، هذه السنه اكيد انه العيون ديال الجماهير المراكشيه تكون مصب الفريق الكوك مراكشي لكره اليد باش نشوفوا هذاك الفريق اللي عاود يرجع شويه للساحه الكرويه ونشوفوا تينس على الالقاب البلاي اوف الى اخره. المهم تحدوا بالنسبه للونتريمون، حنا تعرفوا انه البطوله بقات تقريبا الاسبوع اللي من غير هذا، نتحدوا بالنسبه للجروب كيفاش هو كيفاش لونتريمون الان. وتنشكركم بعد على هذه المتابعه اللي تتواكبونا فيها كل سنه وعلى المجهودات الجباره. فالحمد لله هذه السنه كي تعرف يعني المتتبع تاع الشارع المراكشي ان المكتب المسير جدد الثقه في الاطور الوطنيه ديالو اللي هو السي فيصل فلاني وهشام بن قاضي باش يتمشوا بهذا الفريق ان شاء الله ويرجعوا ليه الامجاد ديالو. فهذه السنه حاولنا ان شاء الله نديروا واحد التوليفه ما بين اللاعبين اللي هما مخضرمين واللاعبين اللي هما شباب. بطبيعه الحال اللاعبين كلهم يعني ابناء مراكش، ما كاينش انتدابات اللي هي خارج مراكش، فقط يعني اللاعب اللي تعرفوا المراكشي اللي هو نيش اللي كاين معنا دابا. بالنسبه للزوبجيكتيف الاهداف ديالنا فهي بطبيعه الحال الفريق المراكشي اعتادوا عليه الناس انه يكون دائما في المربع الذهبي، فهاد السنه غاديين نوصل ان شاء الله بالاهداف هي انه الوصول الى المربع الذهبي ونحققوا نتائج اللي هي ايجابيه على المستوى تاع البطوله للمستوى تاع كاس العرش. نتمنوا من الله ان هاد السنه الخدمه اللي غاديين نديروا تلقى واحد الصدى اللي هو طيب في النفوس تاع اللاعبين ونحققوا الاهداف المتوخات على الصعيد ديال البطوله على الصعيد تاع كاس العرش ان شاء الله. السلام عليكم اخ صابر، كيف تتعرف ان كره اليد الحديثه هي رياضه تعتمد على اولا على الجانب البدني هو الاول، الا ما كانش الجانب البدني اللاعب ما يمكنش يفكر في اي حاجه اخرى، لهذا حاولنا نفكروا اننا نخدموا بطريقه اللي تكون طريقه اللي نقيسوا فيها جميع المكونات ديال كره اليد. كتعرف ان اللي كان لي جوار اللي ما قاسوش كره تقريبا واحد 3 شهور من الناحيه البدنيه كاين نقص كبير في الناحيه البدنيه، فكرنا احنا كفريق عمل اننا نمشيو في التوجه ديال اننا ندمجوا ما بين ما هو بدني وما هو تقني وما هو تكتيكي باش نربحوا الوقت. هذا الشيء هذا اللي بدات تتاثى الاكل ديالو، ان الحمد لله ان تشوف كذا تشوف اللاعبين من الناحيه البدنيه راهم جاهزين واحد 70 80% ان شاء الله، نتمنوا انهم يكونوا واجدين 100% في الاسبوع القادم ان شاء الله. الاستعدادات الحمد لله راه في المستوى، الترسانه ديال الفريق هي عباره على بعض اللاعبين مخضرمين قدام وديال الفريق ومعززين بعض واحد جوج لعابه من خارج الوطن وبعض اللاعبين اللي هما شباب وقايلين الكلمه ديالهم، اللي هم اللاعبين اللي كانوا في المنتخب في الفئات الصغرى، كانوا في المنتخبات ديال الفئات الصغرى، هذوك حتى الله الرحمن الرحيم حتى هما راه قراب خصهم شويه ديال الخبره وغادي يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات راه كلها هي في المستوى، كيجيو زونترينمون كاينين الحمد لله، اللهم لك الحمد، الاثار كاينه خويا اللهم لك الحمد، ماشي بحال بعد اللي صار اللي هما عامرين بالتلقيح وكل شيء بخير وهو هذاك الحمد لله شكرا. بالنسبه للاهداف راه كيف سطرنا مع المكتب ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غادي يكون غير البلاي اوف، لهذا المكتب عند في الهدف ديالو انه يدخلوا يوصلوا البلاي اوف ان شاء الله الرحمن الرحيم، نلعبوا الادوار النهائيه وعلاش لا الا كان الحظوظ راه غادي يكون الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا في الفرقه تاع الكوكب عندنا واحد العناصر اللي هي يعني كبيره يعني لعبات مشاركه في منتخبات شاركت في انديه كبيره، يعني عندنا واحد الفرقه اللي نقدروا نقولوا بها نقدروا نتو بها البطوله، يعني الا كملنا على هاد الخدمات تنجلوا دابا على حساب المدرب كذاك الشيء كيقول لنا اليوم مدرب كبار تبارك الله نقدروا حنا غنلعبوا نربحوا البطوله علاش لا. بالنسبه لهذا الامر هذا اللاعب الكبار يعني الكبار في العاج ديما كيحاولوا انهم يعطونا نصائح كبار اللي يقدروا يعاوننا كواحد باقي وفيد جديد بالنسبه ليا، حيت كاين بزاف وفيدين جداد قلت في العمر كيحاولوا انهم يعطونا بعض النصائح اللي نقدروا نضبطوا بهم مع اللعب تاعهم او التكتيك تاعهم. داكشي بون جو تروف لا بون سيونس دونترينمون اي سا مي في او موانس دو سيمين اي ديمي كي جو سوي سي. Bon, on a commencé tôt et on a mélangé les entraînements, le physique et le technique. En tout cas, je trouve ça bon
et je trouve le KCM un très bon club. Et avec eux, je sais que je pourrais aller loin. Et bon, l'objectif c'est de amener le club très loin. Voilà. Et donner beaucoup de trophées à le club aussi. Puis, en tout cas, le président se comporte très bien avec moi. En tout cas, tout le monde est bien. On sent la famille ici. Et de l'encadrement jusqu'au coach, au président, en tout cas, c'est bon.